السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، تحية كبيرة لكم. إصابة مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح بزرعة برصاص قناص الجيش الإسرائيلي خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس. يذكر أن الدحدوح فقد عدد من أفراد عائلته بينهم زوجته وابنه وابنته بقصف إسرائيلي استهدف منزله في غزة قبل نحو شهر ونصف. الذكرى 11 لاستشهاد العقيد يوسف الجدر المعروف باسم أوفرات، أحد أبرز القادة العسكريين المنشقين عن سلطة الأسد. ينحدر الجادر من مدينة جرار بالشرق حلب، وقاد عملية تحرير مناطق ريف حلب، واستشهد في مدرسة المشاهد بحلب في 15 كانون الأول من عام 2012. عصابة مجهولة الهوية تختطف الطفل عثمان أحمد دندل من مدينة الرقة القاضي على سيطرة قسد، وتطالب ذويه بفدية قدرها 300,000 دولار مقابل الإفراج عنه. وتداولت صفحات محلية فيديو يظهر فيه الطفل وهو يناشد والديه للعمل على إطلاق سرعة. وفاة الشاب حاتم كسار الحسوني جراء تعرضه لصعقة كهربائية في مدينة الشدادي بريف الحسك الجنوبي. وفاة الطفل حسام محمد عبد القادر جراء تناوله فطر سام في مدينة نوى بريف درعا الغربي.